أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباح الوطن الطيب الجميل. تحية لكل عامل في الميدان، تحية لكوادرنا الطبية والأجهزة الأمنية والجيش العربي، تحية لكل مواطن أردني أينما كان، لكل مغترب. في هذا الصباح الطيب بإذن الله، اليوم الثاني على التوالي، سأشارك معكم إحدى الرسومات قمت برسمها البارحة بالرصاص، والآن بدي أقوم بتحضيرها بالألوان المائية. مرة ثانية بدي بس أعيد أو أذكر لكم بعض الملاحظات من أحسن الفرشايات أو الووتر كولر كيت اللي بنستعملها، لازم تكون من سيبل هير، وفي عدة أنواع منها، في للي بده يرسم لوحات شوي كبيرة لما بتعامل مع لوحات صغيرة، أنا بتعامل مع هذا النوع. وأيضا مشان تعرفوا، في أيضا نوع ثاني بتعبيه مية، تحط فيه مية، وبعد المية بتحط فيه، بتقدر تستعمل الريشة مع الألوان. زي ما حكيت مبارح في عدة ألوان، في واحدة منها اسمها خليني أشوف شوي، أكوا فاين، أيضا ووتر كولر كيت. لكن الحلو في هذه كلها، أو شو بسموها، وينسن النيوتن، هاي بتقعد معك 15 سنة تقريبا، لأنه الألوان ما بتخلص بسهولة. هذه معمولة من مواد مميزة، ولمعلوماتكم ترى كل الألوان المائية والأجريليك ووترز موسلي ووتر كولرز يضاف إلها مادة القم، العلكة العربية، مستخلصات منها، حتى يمكن أن نستفيد من بعض المعلومات من شجر اسمه شجر الأكيشيا. والأكيشيا أحد الأنواع الأشجار اللي موجودة بكثرة في منطقتنا وفي أفريقيا وأستراليا. اليوم بدنا نحكي عن كيف بدنا نرسم. إذا بدنا نبلش بالألوان المائية، نظرا لأنه أنا مش خارج المنزل، داخل المنزل بأخذ صورة من الصور اللي بنحاول بعد مرات نوثق إما محليا أو عالميا. اخترت بعض الصور الآن، امبارح رسمتها، عجبتني الصورة لوجود بعض الألوان اللي أنا بستعملها بعد مرات في العمل المعماري، اللي هي اللون الأزرق، اللون الأصفر المطفي بالأورنج أو بالبرتقالي. وبدي الآن أمشي معكم مرحلة مرحلة، بحط شوية مية على الووتر كولر كيت تبعي، بستعمل واحدة أو تنتين منهم، مو شرط أستعمل كل الألوان، لكن بدي أبلش الآن أول ما ببلش باللون اللي بكون عادة، اللي هو اللون اللي للسقف أو اللون القرميدي. بخلط لونين، لون الأورنج ولون البرغندي، وبضيف عليه لون ثاني اللي هو لون بني، حتى أقدر أتعامل مع السطح. وببلش بالسطح من الأعلى، بفرد الريشة، برجع بحغطها بالمي، I dip it in water and then I will dilute it like this، وبستمر. وبعد شوية بجوز أضيف نقطة شوية غامقة على الأطراف، دخلت المية immediately على السطح، أو تفرعت بشكل متوازي. عادة بالرسم المائي يجب أن تترك بعض الفراغات بيضة نوعا ما، يعني لون أبيض، يعني مش شرط ألون كل إشي برسمتي. برجع بحط a dot here، maybe another dot، maybe another dot، هيك بكون أنا عملت texture أو بينت الملمس تاع القرميد. وبطلع هون، برجع للجزء الثاني اللي هون، في جزء اللي هي عبارة عن الكلير ستوري، اللي هي عبارة عن بتكون في طابق علوي، بحط عليها لون أبيض، بضيف عليها لون أورنجي حسب ما هو موجود. إحنا ما بنحاول، زي ما حكيت البارحة، ما بدنا نكون بينترز، إحنا ويا أركيتكس بدنا نتعلم السكيل اللي بنتعامل فيها، لازم تكون سكيلز اللي بدنا إياها حتى نستفيد منها. بجي على المنطقة اللي الآن في عندي لون أصفر، الأصفر ترى دقيق التعامل معه، لأنه اللون الأصفر زي ما أنتم شايفين الجهة اللي هون كأنه الأصفر غامق نوعا ما،
نفس المعلومة اللي بنشتغل فيها، أصفر بحط الصفار، شايفين غامق غامق غامق، بغطها بالمية I dip it، وبعدين I dilute it a little bit، صار عندي texture، بين يبلش عندي الملمس للي بتعامل معه. بحط أصفر، أصفر في الجزء العلوي، الجزء العلوي أيضا، الجزء العلوي من هذا بحطه هون على الجزء العلوي، برسم اللون الأصفر الغامق، بعدين بالمية diluted diluted diluted، بصير عندي بلشت تبين عندي الرسمة بطريقة كويسة. الجزء السفلي في زي عندنا حوالي متر ونص، اللي هي زي بيسمنت أو سب بيسمنت أو تسوية، زي ما أنتم شايفين في لو جري، ما بجي بحط الجري ككالر، بحط الجري وبخلطه باللون الأبيض حتى يكون مطفي، حتى يكون لون فضي مطفي، وبرسم الألوان نفس العملية. الجزء العلوي بيكون غامق، والجزء السفلي بحاول كل جهدي أعمله فاتح. بدأت تظهر عندي بعض المعالم من رسمتي. الآن بدي أجي على اللون الأزرق. اللون الأزرق it's a tricky color، هو لون مش سهل التعامل معه، لكن كمان بضيف أبيض عليه، لأنه زي ما أنتوا شايفين شوي اللون الأزرق اللي عندي لون سماوي، برسمه، أي أنا برسم بالطريقة هاي. نفس الشيء الجزء العلوي زي ما حكيت لكم، لازم هذه الطرف هنا ينشف عشان ما يدخل اللونين، لأنه إذا دخل الأصفر مع الأزرق شو صار اللون؟ أصبح اللون عندنا أخضر. لما تخلط أصفر مع أزرق بصير اللون أخضر. ناس كتير، إحنا في عالمنا العربي ترى قليل نتعامل مع الألوان، بينما زمان أهلنا وجدودنا في بيوتنا القديمة في الغرف كانت الألوان الأخضر والأصفر والأبيض ترسم بشكل طيب، ويدهنوا أول متر ونص بتلاقي، وبحطوا بعدين زنار برسموا أخضر أو أزرق، وبعدين زنار ملون في بعد التطريز، وبعدين بكملوا باللون الأبيض. الآن افتقدنا في العمارة، لأنه معظم المعماريين لنا بالأردن مع محبتي لهم واعتزازي فيهم مهووسين إحنا بالحجر، مهووسين باستعمالات الحجر، وهو مكلف في معظم لها، ولا حدا يقول لي إنه الإدامة مش معقول إن تكون الدول المتطورة حتى في السعودية أو بالخليج أو في مناطقنا أو حتى في تونس أو في المغرب استعمال الألوان واللون الأبيض والألوان الأصفر والأخضر هي أصلاً باستعمال القصارة مهمة. فلذلك جميل جداً الواحد منا يتعامل مع اللون، لأن اللون إله روحانية طيبة بالوصول إلى قلب الإنسان. بجي على المنطقة اللي هي زي ما أنتوا شايفين بني، خلطت شوية مع لون أسود، رسمتها. الألوان لازم تكون فاتحة، ما تحاولوا تغمقوا ألوانكم أبداً في البداية، لأنه إذا رسمتها غامقة صعب جداً تفتحها، بس إذا صارتها فاتحة تقدر تعيد عليها. الألوان المائية مش زي البينتينجز، البينتينجز تقدر تعيد على البينتينج إذا بتستعمل ألوان زيتية، أما ألوان اللي إحنا بنتعامل فيها الآن زي ما شفتوا هاي حطينا هون لون، برجع بضيف شوية دارك بلاك مع بلو، مع براون، بصير عندي لون اللي أقدر أحطه، وبرجع بحط نقطتين هون، بصير عندي دايلوتت دايلوتت، وهون في ظل كمان برسم الظل تبعي وبرسم جزء من هاي. أوكي، الآن برجع في بعض الأمور التفصيلية أو اللي بدي أعملها بالخشب. أنا معظم الأحيان بالويندوز اللي هي الشبابيك بحاول جهدي I try my best always to use a dark blue، a dark blue مع a dark green، لما تخلط التنين مع بعض بجوز يطلع معك لون تركوازي، وهذا بكون لون دائما مفضل لما تستعمله بالشبابيك، وبعطيك حس. ما بحاول أقلد الرسمة 100%، لكن هاي زي ما انتم شايفين I did my painting، رسمتها بشكل او باخر، كمان جزء علوي جزء علوي، هون هلا بدي احط اخضر، بعد شوي النقاط هاي غمقتها، الشبابيك بدأت تظهر عني وصارت مفرحة نوعا ما الرسمة.
الحلو بالووتر كلر انه مفرح استعمال الالوان. بدي اجي على في قبه هون، القبه تضرب الى الخضار مع الزراق، ازرق مع اخضر، وهي انا قاعد بعملها شويه ديلوشن. لاحظوا على الايدج، برسم هالايدج هون، بعدين بطفيها، برجع بلون، وهي بلشت تظهر معي هذه المنطقه العلويه بهذا الشكل. في عندي هون ايدج، هذا الايدج اللي هون فورا بجي عليه مشان اعمل فريم لرسمتي، حدود للرسمه. شوفوا شو سويت، غمقتها زي ما هي تقريبا غامقه عندي. برجع مره ثانيه بعمل ايدج حرف لرسمتي بهذه الطريقه. اللي ورا زي ما احنا شايفين في لون مطفي احمر مع بني اللي هو اللي موجود في الخلف، هيها I diluted، بخففها في المية، بصير عندي هالبيتشتروف أو هالقرميد المنحني. برجع بحط اللي نقطة نقطتين وبمسحهم في الجزء هذا، كأنه الجزء هذا على جري اللي هو على لون فضي زي ما حكيت لون فضي. برجع اللون الفضي بحط فيه برسمه، بعمل له داركنس، لكن صار عندي إذا صار كتير غامق بخففه فورا وبرجع برسمه برسمتي. اللون اللي تحت كأنه في لون هناك زي كأنه لون أرضي اللي هو هاي، فبدي أحاول أعمل لون أرضي مع أصفر اللي هو لون الستون. وعادة بجوز أحط شوية أورنجي، لأنه في العمارة القديمة، عمارة المتوسط، روما، القاهرة، اسطنبول، بتلاقوا إنه الحوائط فيها تميل إلى بعض الواجهات فيها اللون البرتقالي المطفي بهذه الطريقة. في لون لجوة اللي هو هذا الجزء، هذا الجزء لازم أعطيه لون على بني، على لأنه في الخلف وبكون غامق وما بنشاف، لكن أيضا بحاول كل جهدي نفس العملية أغمق طرف منه وأفتح أطراف أخرى، هيك بصير عندي لها. بجي على السيارات، هاي في سيارات، ثلاث سيارات. السيارات دائما دائما السيارات إذا بدكم ترسموها استعملوا accent colors. الaccent colors إحنا بنسميهم بالعمارة اللي هي الألوان اللي بتبين تظهر السيارة بشكل واضح حتى تميزها وتعطي، إحنا بنسميه بالعمارة إشي بنسميه بتعطي سكيل. نفس العملية بالنسبة للناس مشان يظهروا كتير أو يبينوا فورا، بستعمل accent colors. accent colors اللي هي اللون الأحمر أو اللون الأخضر لابسينه الناس الملابس تبعهم، وهذا ما بده جهد كتير لكن بده يعني شوية زي ما حكوها تاتشز أو لمسات. نفس العملية بجي هون بحط سيارة من السيارات لونها أخضر، وفي كمان شخص تاني بحاول الشخص التاني أعطيه لون أصفر أو أزرق. أو نفس العملية برجع مرة تانية لشبابيك اللي هي موجودة هون، strokes اللي هي الفتحات هاي اللي مبينة عندي هون، في فتحة هون، في فتحة هون، في فتحة. هلا بدنا نرجع على الأخضر. كيف بعمل اللون الأخضر؟ اللون الأخضر بجي على بستعمل مية، حط شوية مية. هلا كتير مش مهم تكون المية صافية وما صافية وشغلات زي هيك، this is not the issue، مش هذه قضيتنا. قضيتنا نتعامل مع اللون، انه حتى لو دخل لون على لون في بكون اشي غني فيه. هاي انا رسمت الاخضر، بلشت احط هون بغمق دوتس دوتس، بجي على الاصفر بفتح الجهة الثانية، كمان بخففها، وبصير عندي
الزرق بهذه الطريقة. في هنا شجر في العمق أو في الهورايزن، لازم هذا الشجر ياخذ شوية لون غامق لأنه بعيد شوية. هيو وبعمل ستروكس صغيرة إنه الشجرة شوية إلها أفرع طالعة. And this is how. حتى لو كانت على بلوش مش كتير، بخلط ثلاث ألوان مع بعض وبقدر بجي على الهيدرا أو المتسلقة اللي نازلة، المتسلقة اللي نازلة استعمل لون واحد من الأخضر، هيو أخضر غامق فوق. دور وبجي على لون أصفر اللي استعملته على البناية، ببلش أنزل وبحط نقط كأنه المتسلقة بدأت تهجم على المنزل. شوي هاي صارت غامقة، إذن ارجع شوي عليها شوية مشان ما تبين النقاط شوية ثقيلة على الرسمة. أوكي، خفف المية من الريش اللي بتستعملها. بجي على آخر شجرة هون، هاي الشجرة اللي على الطرف كأنها ماخذ لون برتقالي على أصفر على شوية خضار. diluted كأنها متساقطة أو ورقها شوية مصفر. وبعملها نتوءات بجي على الأرضية. الأرضية جري عندي اللي هي اللون اللي رسمت فيه البعد اللي هون أو اللي في آخر البناية في آخر. بعمل دارك دارك دارك، وكل ما طلعت للأمام بخففه اللون بالمية. هيك صار عندي رسمة سريعة فيها نوع من الارتياح انها مريحة. او برجع شوي بغمق هون بالأصل الأزرق، هون في عندي كمان أزرق، عندي أزرق. I want to make these كمان فيهم زراق. أجمل إشي في الرسم الحر أو التلوين بالألوان هذه المائية إنه لاحظوا قديش استغرقت وقت، قديش إحنا تعاملنا معها بسرعة بدون تأخير أعطتنا. هلأ بعد شوي بدي أورجيكم كيف بدي أسوي السمع. هنا في كمان عندي أنبوب، هذا الأنبوب النازل اللي هو هيا اللي هو تاع تصريف المية. I will draw it. في هنا كمان شادو شيد أو شادو لهذا الجزء. في كمان عندي هون هون في كمان ليتل بيت اوف شيد. هلا بدي اورجيكم في شادو على الارض، طالع شادو على المبنى. وي هاف تو دو ذات شادو. كيف بدنا نسوي؟ بدنا نجي هاي نعمل شويه نغمق هدول، نفتحهم بالابيض. هاي صار عندنا لو جريش مشان نعمل الظلال اللي موجوده على المبنى، كانه في ظل جاي عندنا هيك كاسر هيك. وماشي من بجوز المبنى المجاور مكمل عنا ايضا، كمل هيك بعدين جاي هيك كاسر بهذه الطريقة من الجهة الاخرى من الشارع.
زي ما حكيت الألوان المائية دائما أهم إشي يكون عندك محرمة حتى تنشف الووتر قد ما بتقدر. ترجع هون بدي أرجع أحط سيارة كمان الأكسنت لونها أحمر وهون واحدة لونها أحمر، وبدي أرسم كمان زلمة تاني حتى أعطي سكيل. ليش بنعطي سكيل؟ ضروري تعطي سكيل في رسمتك، لأنه إعطاء سكيل بعطيك حرية دائما بمعرفة المقاس الصح. هون في شوية شيء أنا هيك بكون تقريبا أنهيت رسمتي، لكن في جزء تاني بدي أسويه الآن لإلكم. بقلب الصفحة هيك أو رسمتي بقلبها، بجي اللون الأزرق بده تقريبا مية كويسة، فرشاية نظيفة، وبدنا نتعامل معاه بدقة. لاحظوا كل ما بتنزل المية، ما بعمل هيك وبظن بنزل المية بصير دايلوتت. هون برجع هون كمان بحط اللي نقطة زرقاء، بجوز أزيد الزراق وأزيد الزراق بنقطة زي ما عملت بأطراف البناية اللي بشتغل فيها. أوكي كمان في جزء هون لازم أعمله. Look at that. Look at this. هيك إحنا بنكون عملنا رسمة، رسمنا ألوان وتعاملنا مع الألوان بهدوء كبير، ب خفيف، ألوان مائية خفيفة. بجوز شوية زادت عندي هون فبخففها في المية، بخففها بالأسف بالمحرمة، وبرجع مرة ثانية أعمل الهايبس. بهالطريقة بكون أنا أنهيت رسمة بزمن كويس. دائما بالعمل المعماري أو بأي عمل أنتم بتعملوا، حاولوا كل جهدكم يكون عندنا لاحظوا الألوان اللي هون، بجوز الأزرق هذا لازم شوية إضافة بس مش رايح أضيفه. خلص إذا وصلت لمرحلة رسمة اتركها، لا ترجع تزيد، لا تزيد تغمقها، لأنه أهم إشي زي ما قلت يكون في الرسمة في فريشنس، في أريحية، في تكون فيها نوع من ترانسبيرنسي، شفافية الورقة حتى كأنك تتحرك عينك في كل الرسمة اللي بترسمها. هذا اللي عندي اليوم، حبيت أشارك الجميع لأنه جمعة كلنا قاعدين في البيوت، مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة. رجاء لجميع أهلي في هذا الوطن الطيب الكريم الالتزام في المنزل، المكابرة بالخروج لا تفيد الوطن، لا تحمي الوطن. الوطن الآن يريدك من نفسك أن تحمي نفسك. إذا حمينا نفسنا بنحمي الأبو أمهاتنا أبهاتنا إخواننا بناتنا، خصوصا كبار السن. إذا انتقلت العدوى إلى منزل لا سمح الله وتفشى مرض لا نستطيع السيطرة عليه، هذا فيروس أتانا من لا حيث لا نعلم، وربنا كبير، ربنا اتكفل فينا، لكن قال اعقل وتوكل، اقعد مكانك فكر صح. غيمة وبتمر إن شاء الله على كل العالم والإنسانية. هذا ليس له ارتباط بمنطقة أو بعمل سوء عمله أحد، هذا بلاء من رب العالمين. كل بلاء بنزله له حل، له دواء. تكفل الله بنا، إذا تكفلنا بالله بالإيمان نجحنا. أسعد الله صباحكم، أسعد الله جمعة هذا الوطن مرة أخيرة، وسنكررها مرارا. تحية لكوادرنا في الأجهزة الطبية، وزير الصحة والكوادر اللي عاملة معاه، والخدمات الطبية الملكية، والقوات المسلحة الأردنية. تحية مدنية لكم سادتي العسكر،
تحية عسكرية لكم سيادة العسكر والأجهزة الأمنية. خدمت بمعيدكم في مناطق متعددة وأماكن مسؤولية، تحملنا معا، لكن كنتم أنتم الأكثر تحملا. التعليم، الصحة، القوات المسلحة الأردنية، كل أجهزة الدولة فخر لنا في هذا الصباح. تحية لمجموعة من إخواني الوزراء، زاملت البعض، عرفت البعض، لكن أعتقد أنكم في الأيام القليلة الماضية أثبتتم أن الأردن نموذج، كما قالها جلالة المغفور له الملك حسين رحمة الله عليه. يقود المسيرة الآن سيدي جلالة الملك عبد الله. الله يحمي، يحمي الوطن، يحمي أهل الوطن، لكن للمرة الأخيرة إلزم مكانك، منزلك، عائلتك، دفترك، كتابك، القرآن، الإنجيل، ما تريد أن تقرأ هو ذو فائدة لك. صباحكم بالخير أجمل.